السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلاب. محاضرتنا أريز مصفوفات. المصفوفة هي عبارة عن مجموعة من العناصر ذات نوع واحد وتحت اسم واحد هو اسم المصفوفة. عند تكوين هذه العناصر سوف تخزن داخل الذاكرة الواحدة بعد الأخرى بالتسلسل. للوصول إلى أي عنصر نحتاج إلى نيم اسم المصفوفة والإندكس المؤشر الخاص بهذا العنصر. كمثال، لو كان الاحتياج الوصول إلى الفاليو أو القيمة الموجودة تحت المؤشر رقم 3 داخل مصفوفة اسمها Y، حيكون Y بين قوسين مربعة 3. إذا اسم المصفوفة Y والعنصر تحت المؤشر رقم 3 هو المطلوب. عند تعريف المصفوفة سوف يكون عدد العناصر وحجمها ثابت أثناء تنفيذ البرنامج، يعني هي fixed size أثناء تنفيذ البرنامج. عندنا مجموعة من أنواع المصفوفات، منها ال one dimensional array تسمى vector، تحتاج index واحد مؤشر واحد، ولتمثيلها بالرسم يكون بالشكل التالي. لو كانت المصفوفة اسمها A تحوي 7 عناصر، فالعنصر الأول يكون تحت المؤشر 0 والعنصر الأخير تحت المؤشر 6. ممكن تمثيلها أفقي أو عمودي. نأخذ مثال ثاني، مصفوفة A تحوي N من العناصر، العنصر الأول هو 0 المؤشر مالته والعنصر الأخير هو N ناقص 1 المؤشر مالته. عندنا النوع الثاني 2 dimensional array matrix، تحتاج إلى مؤشرين row column، مؤشر للأسطر، هذا للأسطر وللأعمدة. لو نأخذ هذا المثال، مصفوفة اسمها A فيها 3 أسطر و7 أعمدة، هنلاحظ السطر الأول المؤشر مالته 0 0، السطر الأخير المؤشر مالته هو 2 2. بنفس الشكل العمود الأول بالمصفوفة المؤشر مالته 0 والعمود الأخير يكون المؤشر مالته 6. عدد العناصر من صفر إلى أو الأعمدة من صفر إلى 6 هم 7 أعمدة، وعدد الأسطر من صفر إلى 2 هم 3 أسطر. ممكن تمثيلها أفقي أو عمودي. نأخذ مثال آخر، مصفوفة اسمها A فيها 5 أسطر وعمودين، فالشكل التالي يوضحها، أنه المؤشر بالسطر الأول 0 وإلى السطر الأخير يكون هو 4 المؤشر إليه، والمؤشر للعمود الأول يكون هو 0 والمؤشر للعمود الأخير هو 1. عندنا نوع آخر هو 3 dimensional array اللي بي يحتاج 3 مؤشرات رو والكولوم واللاير. لاحظوا بهذا الشكل، أنا عندنا مصفوفة اسمها A تحوي سطرين 3 أعمدة و4 لاير. هلا 0 1 وبنفس الوقت 0 1 2 واللايرز اللي هو 0 1 2 3. خلي نعرف ليش احنا نحتاج المصفوفات. استخدام المصفوفات حيسهل لنا عملية تمثيل البيانات كمجاميع، خصوصا البيانات المترابطة كأسماء طلاب أو درجات حرارة أو إلى آخره. بنفس الوقت حيسهل علينا عملية التحليل، وأيضا يقلل علينا الجهد بالوصول إلى تحليل مناسب بالوقت المناسب. بنفس الوقت البرنامج حيكون أصغر، ما نحتاج نخلي متغيرات كثيرة أو تسميات كثيرة للمتغيرات، اسم متغير واحد وهو مصفوفة يحوي مجموعة من العناصر. الوصول لأي عنصر يكون عشوائي عن طريق تحديد المؤشر الخاص بهذا العنصر أو بالعنصر المطلوب. خلينا نبغى شنو الديفرنس بين الاراي والفاريبل. اذا كان عندنا فاريبل فكل فاريبل مثل ما تعلمنا سابقا انه يحوي فاليو واحد، بينما المصفوفه ممكن ان تكون فيها مجموعه من كولكشن اوف داتا فاليوز. اذا الفاريبل هو داتا فاليو 1 داتا فاليو، والمصفوفه تحوي كولكشن اوف داتا فاليوز. الفاريبل ممكن ان يكون في اي مكان بالذاكره، بينما بالمصفوفات
values راح تكون الواحدة بعد الأخرى مثل ما تكلمنا قبل قليل. الملاحظات المهمة لازم نعرفها أنه دائما بلغة جافا أول عنصر المؤشر ما تكون zero صفر. فإذا كان عندنا على سبيل المثال مصفوفة تحوي 100 عنصر، فالعنصر الأول موجود بالموقع y صفر y zero، والموقع والعنصر الأخير موجود بالموقع y 99 هو 99. إذا كان عندنا array بتسمية x عند n من الإلمنت، فأول عنصر يكون بالموقع x 0 وآخر عنصر يكون بالموقع x n minus 1، لأن إحنا نعرف من صفر إلى n minus 1 راح يكون عدد العناصر هو n. نحتاج square brackets، لازم يكون عندنا أقواس مربعة للتعامل مع المصفوفات مثل ما ذكرنا قبل قليل، ونحتاج أن يكون عندنا الindex أو المؤشر يكون مؤشر هو integer للوصول إلى أي value داخل هذه المصفوفة. نأخذ مثال للتوضيح بشكل أدق. لو كان عندنا مصفوفة أي، مصفوفة أي تحوي 6 عناصر والمطلوب الوصول إلى العنصر رقم 4. إذا عندنا أي في تحوي 6 عناصر نوصل إلى العنصر الرابع، العنصر تحت المؤشر 4، حنلاحظ العنصر تحت المؤشر 0 والعنصر الثاني تحت مؤشر 1 تحت مؤشر 2 تحت مؤشر 3. العنصر تحت مؤشر الرابع هو هذا، فنقدر نوصل له عن طريق اسم المصفوفة ورقم أو قيمة المؤشر. بالحقيقة لو تطبعون هنا راح يكون هو إذا نسلسلها كأرقام مو كمؤشرات حيكون 1 2 3 4 5 عنصر، لكن نعرف احنا انه بادي من صفر يكون A of 4. عندنا مصفوفة ثانية بعد بعدين كمثال B اسمها B تحوي 3 أسطر و7 أعمدة. فلو كانت الحاجة إلى الوصول إلى الفاليو الموجود في ال B للاثنين 5، إذن لازم نروح إلى المؤشر اللي رقمه 2 بالأسطر ونوصل إلى المؤشر اللي رقمه 5 بالأعمدة، فراح يكون هذا هو العنصر المطلوب. نفس الشيء المثال الآخر B 1 3، راح نروح على المؤشر اللي هو 1 بالأسطر وثلاثة بالأعمدة، فتقاطعهم يكون هو العنصر المطلوب، القيمة الموجودة في هذا المكان هو العنصر المطلوب. بالبداية حالياً حركز على One Dimensional Array ونأخذ كل تفاصيله، وإن شاء الله بالمحاضرات القادمة نبدأ بالأنواع الأخرى. Declaring the arrays على مود نعرف المصفوفة، عندنا الشكل التالي هو المهم بالتعريف. لازم عندنا data type، خلي نوع البيانات، قوسين مربعة بدون أي رقم داخلها، بعدين نخلي array name اسم المصفوفة يساوي new الكلمة المفتاحية new زائد data type نعيده ويا اللينكس اللي هو عدد العناصر أو size للمصفوفة. نأخذ مثال int اللي هو نوع البيانات integer قوسين مربعة اسم المصفوفة y يساوي new integer عدد العناصر 100. عندنا مثال آخر دبل أيضا قوسين مربعة اسم المصفوفة marks يساوي new double 7، إذا فيها 7 عناصر. وبنفس الطريقة نمشي على كل الأمثلة حتى نحصل تعريف أو تكوين مصفوفات داخل البرنامج بلغة جافا. كمثال توضيحي show the output of the following Java program. راح تلاحظون البرنامج مختلف عن السابق، عندنا public class array printing اللي هو اسم دنطي، public static void main وعطينا التفاصيل بداية أي structure لبرنامج جافا. اجينا هنا هو تعريف المتغيرات، عندنا الانتجر اي مثل ما تعلمنا سابقا شلون نعرف متغير انتجر سميناه اي، عندنا انتجر بين قوسين فاضي اي يساوي نيو انتجر 5، يعني عرفنا
متغير اسم A اللي هو مصفوفة array يحوي خمس عناصر. ننطي قيمة لكل عنصر، فحروح المؤشرات A بين قوسين صفر يعني مؤشر الموقع اللي أشر عليه الاندكس 0 حنخلي به رقم 59، أي 1 حنخلي به رقم 43، وهكذا إلى أي 4 92. لاحظ هنا توضيحي، رسم توضيحي الأي أول عنصر تحت المؤشر 0 59 وبالتسلسل آخر عنصر رقم 4 مجموعهم هم 5 عناصر، آخر عنصر تحت إندكس 4 يكون 92. لما نبوع على الفور لوب نريد نطبع عناصر المصفوفة بالتسلسل، بدينا الآي من صفر ولازم نوصل إلى رقم 4 I less than or equal 4، والزيادة تكون بواحدة من ناخذ بالتسلسل العناصر واحدة بعد الأخرى. عملية طباعة متعلميها سابقا system.out.println، ونخلي المتغير A بين قوسين I، الآي راح تأخذ قيمها من اللوب عن طريق الاندكس. راح لاحظ بالبداية يكون صفر، بعدين يكون واحد، اثنين، ثلاثة، وحسب الآي كل ما تتغير احنا نطبع القيمة الموجودة داخل هذا المؤشر، راح تطبع لنا المخرجات بالشكل التالي الأوتبوت 59 43 92. ممكن تنفذون هذا البرنامج وشوفون شلون يتم العملية بشكل أوضح. ناخذ بعض الملاحظات. لما نعرف مصفوفة اسمها N بها خلينا نقول مصفوفة، نريد نعرف مصفوفة بها 100 عنصر، فسمينا ال 100 عنصر معناها N كمتغير، ونباع الدبل نوعها من نوع دبل قوسين مربعة هذه سميناها MRK يساوينا نيو دبل، خلينا هنا بين قوسين N، هذا ال N هو احنا عرفناه سابقا هو 100، فلذلك ممكن أن نغير عدد عناصر المصفوفة مو أثناء التنفيذ يعني خارج التنفيذ، ممكن أن نغير فقط الرقم الموجود أو قيمة N، لذلك راح يأخذ القيمة أو العدد الموجود داخل N ويعرف به المصفوفة. طبعا كل ما نبدي بتنفيذ البرنامج هو راح يأخذ القيمة الموجودة داخل N. إذا كان عندنا مصفوفة ثانية من نوع integer قوسين فارغة Y يساوي new integer 100 عنصر، ممكن هذه الطريقة هي تعريفها بسطر واحد، بعض الأحيان ممكن نعرفها بسطرين نجزئها نقول integer بين قوسين فارغة y اسم المصفوفة، هاي عم نعرف المصفوفة نفسها، وبعدين عم نحط نسوي لها allocating للمصفوفة، نخلي يعني نحدد عدد عناصرها داخل الذاكرة، نخلي y يساوي new الكلمة المفتاحية integer 100، فممكن نسويها بسطر واحد أو أكثر من سطر هي سطرين واثنيناتهم ياهو الأسهل يعني تقدر تتبعه. هنا نفس الشيء، شوفوا سطر واحد هنا سطرين نفس الشيء. أهم شيء تعرفون تميزون بين لما يكون بالطلب أو الاحتياج إلى seventh element of the array B مثلا، أو نقول elements of the of index 7. لما نقول of index 7 يعني المؤشر ما رقم 7، لما نقول seventh element يعني هو سابع عنصر، فنعرف لي قدام سابع عنصر هو يكون تحت المؤشر رقم 6. يعني مثل ما قلنا احنا نبدي من صفر. Initializing Array عم نطي قيم ابتدائية أو أولية إلى المصفوفة. أدنى كمثال Integer X بين قوسين فارغة يساوي نطي البيانات مباشرة مثل ما تعلمنا سابقا بتعريف أي Integer أو أي نوع، وننطي قيمة ابتدائية مباشرة أثناء التعريف. فبالمصفوفات أيضا بس لازم نبدي بقوس المجموعة وقوس المجموعة الآخر ينغلق، إذا نفتح قوس مجموعة ونغلق قوس مجموعة ونخلي العناصر داخل قوسين بيناتهم فواصل. خلوا ببالكم بنهاية التعريف حيكون فاصل مقوطة سميكولون، وعدد العناصر هو عدد أو سايز الخاص بالمصفوفة، يعني سعدنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عندنا 10 عناصر، إذا أول عنصر الاندكس مالته 0 ولا تنسون، آخر عنصر الاندكس مالته يكون 9. هنا عرفنا grades نفس الشيء، همينة A B C D F إلى آخره، خلينا characters مثلا double عرفنا Z وخلينا قيم، وكل واحدة لازم نعرف أنه الindex مع الأول عنصر هو يكون 0، آخر عنصر حيكون مثلا هاي المصفوفة 4، و Z حتكون أول index 0 وهذا يكون 2.
فلما نباع على كل واحد من هذه المصفوفات نريد نشوف اللينكس، هذا متغير يساعدنا بإيجاد السايز للمصفوف. يعني لما نقول x.length معناه ده نقصد نريد نستخرج حجم أو السايز أو عدد العناصر للمصفوفة x، فحيطيني الناتج 10. z.length معناه مصفوفة اسمها z، أريد أعرف عدد عناصرها، فحيطيني z السايز مالتها 3. هذا يسهل لي العملية باستخدام اللوبس بمعرفة حجم المصفوفات في أي مكان داخل البرنامج أثناء التنفيذ. عندنا مثال تقدرون تسوي كتست لكم، أنه تحاول تحل كل مطلب هنا، حاول تحله أنت وبعدين تشيك الحل مالتك ويا الحلول اللي إحنا خاليه. يعني write the Java statements to perform the following إذا أريد declare an array of 100 cells of integers. راح يصير انتجر بين قوسين فارغة A يساوي نيو انتجر 100. راح نباوع على ثاني واحد define array x of size 10 10 real values، إذا عندنا double لأنه بنقول real، قوسين فارغة x اسمها x يساوي نيو double 10، وهكذا بالتسلسل. بس لازم نعرف مثلا هذا مثال آخر ننتبه عليه لما نقول عندنا print out the sixth element of array b، فنعرف أنه هو السادس يكون الاندكس مالته 5. تابعها كلها ان شاء الله على مود تقدرون تنفذون وتشوفون الحلول وتقارنوها واحده ويا الاخرى. بس اعطينا مثال للتو دايمنشن اري، بس عم تعرفون هو مو يعني ماكو فرق هواي بالتعريفين، بس بدنا نشوف لكم اياها عم تقدرون تقارنون. لما بدنا نقارن مثلا مصفوفه اسمها اكس 4 ونحوي 4 اسطر و10 اعمده، فهو نفس الكلام احنا نريدها فلوت، فسوينا دبل، خلينا قوس قوسين مربع بقوسين مربع، فرقنا عندنا الرو والكولوم، فهناك عندنا اندكس واحد، هنا نحتاج اندكس اثنين، عدد اثنين اسمها يساوي نيو دبل، هم خلينا عدد الاسطر وعدد الاعمده، فماكو فرق. ان شاء الله بالمحاضره القادمه ركز على التو دايمنشن بالتفصيل، بس حبينا نشوفكم كمقارنه بين الاثنين. نجي نبوع لما نقول ستور ناقص 7 in the array element with index 6 of array x، فراح نلاحظ انه x بين قوسين 6 يساوي ناقص 7، اذا ناقص 7 قيمه راحت الى او هذا الفاليو راح الى الموقع x 6 بالاندكس 6. اذا اردنا كمثال if the array element with index k is negative then print out hello، شلون نقارن انه هو نيجاتيف؟ نفس الشيء نرجع تعلمناه سابقا if statement، نريد نقارن الفاليو الموجود تحت الاندكس كي، فاسم المصفوفه اي، فنقول اي بين قوسين كي مربع اذا كان اقل، اذا الفاليو الموجود تحت هذا الاندكس اقل من صفر راح يطبع لي طباعه عاديه دي هلو. ناخذ الامثله الباقيه if the element with index i is less than its subsequent element of array a، يعني اذا كان a of i اقل من a of i زائد 1، اذا خليناها if statement نريد نشوف شنو الناتج او شلون نكون ال if statement خاص بهيك مطلب. مثلا add the element with index i of array a to the variable sum، اذا اخذنا variable sum وجمعناه ويا ما موجود داخل الموقع a بالاندكس i، اسم المصفوفه a والاندكس i، فما موجود داخل هذا الموقع حين جمع ويا القيمة الموجودة داخل السم ونضعها في المتغير سم. وهكذا نقدر نتابع كل هذه المطالب وتحاولون تحلوها. عندنا مطالب كثيرة من ضمنها شيفت ليفت وشيفت رايت، فيا ريت انه تتابعوها واحدة واحدة وتشوفون كل مطلب شلون يتمثل. يعني يفضل ان الطالب يحاول حلها واحدة وبعدين يرجع يقارن حل مالته ويا ما موجود من حلول بالستايل. عندنا example آخر suppose you have the following declaration، عندنا double b، عندنا integer مصفوفة اللي هي x خمس عناصر من نوع integer، double y عندنا عناصر من نوع double 4. فراح نلاحظ هنا خلينا بعض ال statements وكل statement نريد نعرف صح لو خطأ بتنفيذها أو بكتابتها. مثلا أول واحدة system.out.println x للخمسة، انتوا راح تلاحظون الاكس
هي خمس عناصر بس مثل ما تعلمنا أنه أول عنصر يبدي بالمؤشر صفر فأخير عنصر يكون مؤشر أربعة، ما عندنا مؤشر خمسة فهذا يكون خطأ، والتصحيح ما تكون هو إذا عندنا آخر عنصر فيكون X الأربعة مثلا. B يساوي X تحت المؤشر X الاثنين، يعني القيمة الموجودة تحت المؤشر الاثنين تقسيم Y للواحد. لو نضع Y للواحد هذا 0 هذا 1، ال1 هو 0.0 فلا يمكن أن نقسم على صفر. فكل خطوة راح تلاحظون إلها سبب وإلها خطأ، والتصحيح مالتها موجود في الجانب الآخر. فأيضا يفضل أنه تشوفون الخطوات وتحاولون تشوفون شو الأخطاء الموجودة بها، عم تحاول أنت تصحح الخطأ بالجانب الثاني إذا كان هناك خطأ. طبعا أنا خال الفقرات والحلول أمامكم، ممكن أنه تحلها بدون ما تشوف الحلول وبعدين ترجع تقارن حلك ويا ما موجود. عندنا الفقرة الأخرى اللي نحتاج نتعلمها هو Printing Arrays، شلون نطبع الأري هو One Dimensional Array، مصفوفة ذات بعد واحد وأريد أطبعها. يفضل بشكل عام أنه نأخذ الفور لوب، يعني نستخدمها ب أو باستلام عناصر مصفوفة من البداية إلى النهاية وأخذها عنصر عنصر بالطباعة. فنأخذ هذا البرنامج أيضا تقدر تطبقه بحاسبتك وتشوفه. X فيها مجموعة عناصر، هنا عندنا 10 عناصر، تبدأ الاندكس يبدأ الأول بزيرو والأخير يكون 9 مثل ما قلنا، وخلينا فور لوب بهذا للسيطرة على البداية والنهاية، وخلينا system.out.printf نظمنا الطباعة مالتنا عم وليكن الأرقام متلاصقة فتقدر تنظمها بالشكل اللي تريده، وخلينا مثلا القيمة الأولى بأربع أربعة مواقع وديجيت وهكذا تنطبع الأرقام مثل ما نشوف هنا. نخلينا لين سلاش ان راح تنطبع واحدة أسفل الثانية. احنا حضرنا لي قدام الهيدر للتيبل، خلينا الم تو فاليو هاي الخطوط على مدى السرطة تنظيمية أكثر. مثال آخر، write a java program to print an array of student names، مثلا يكون عندنا مصفوفة بها أسماء طلاب 1 2 3 4 5 طلاب، إذا عندنا مصفوفة تحوي 5 طلاب، الطالب الأول الاندكس المؤشر مالته 0 والأخير المؤشر مالته 4، نفس الأسلوب نفس الطريقة طبعنا السيكونس مالتهم زائد الاسم، بس أريد من عندكم هم تطبقوا بالحاسبة وتحاولون. هذا احنا ما عندنا عادة بالجداول ما نخلي الأسماء الطلاب يبدون من صفر، دائما من واحد، فشنو التغيير اللي نسويه هنا على مود نخلي الطباعة مالتنا تبدي بواحد مع العلم أنه المصفوفة هي تبدي بالاندكس مالتها 0. فهنا سوينا لكم اياها تحب انت تفكر بيه، بعدين خلينا لكم الحل للتسهيل انه كل ما هنالك هنا ممكن نطبع الاي اللي هو الاندكس نفسه راح نخلي اي زائد واحد، فلما يكون صفر يطبع واحد يخلي الاسم الموجود بالاندكس 0، ولما يكون واحد يطبع الاثنين ويخلي الاسم الموجود بالاندكس واحد، وهكذا الى نهايه المصفوف. شكرا لاستماعكم، ولهنا تنتهي المحاضره مالتنا.